ما حد يموت من الجوع، لكنهم اليوم يموتون جوعا، يموتون على مرأى ومسمع من العالم، فيما ميليشيا الحوثي لم تبقي وسيلة لنهب قوتهم إلا ولجأت إليها. في اليمن وبسبب الفقر والجوع أيضا، قام الأب بقتل أسرته كاملة وهم نيام على الحصير قبل أن ينتحر. وفي اليمن أيضا أسر باتت تفتقر لأبسط مقومات الحياة وتعتاش على وجبة واحدة، إذ يعيش نصف اليمنيين خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا وضعا مأساويا جراء تدهور الحالة المعيشية واستمرار انقطاع الرواتب، إلا من أعمال الخير وما تقوم به المطابخ والجمعيات الخيرية في المدن. تقول أكثر التقارير موضوعية إن الجوع بات يهدد حياة معظم اليمنيين دون أن تلوح في الأفق نهاية قريبة لهذه المأساة الإنسانية. فكيف يعيش الناس في رمضان في ظل انعدام الأمن الغذائي وافتقار الأسرة اليمنية لأبسط مقومات الحياة؟ أكثر من 8 ملايين نسمة من مجموع السكان البالغ عددهم 29 مليون نسمة يعتمدون بشكل كلي على المعونات الغذائية. بلد حولته الحرب إلى معقل حافل بأنواع من الانتهاكات تتصدرها صور الجوع الذي فتك بالأطفال والنساء. في رمضان كرامة اليمنيين مهدورة على الأبواب، وبلغ الحزن أشده. نقترب مشاهدينا الكرام هذه الليلة في المساء اليمني من أوجاع الناس، يسلط التقرير الضوء على بعضها. أصحابنا يضاربوا على الكراسي، أمانة شوفها الراجل قاوع مات دوخ بالشارع. سقط منهكا من جوعه، عاجزا عن الحديث إلا من يد يشير بها إلى فمه بحثا عن لقمة تعيده من مشارف الهلاك. صورة مكثفة للوضع المأساوي الذي يعيشه اليمنيون، لكن لرمضان صورا وقصصا أخرى تمتد بحجم الوجع اليمني وكرامة الإنسان. هنا في صنعاء طوابير طويلة لعشرات النساء يقفن بانتظار وجبة طعام أمام إحدى الجمعيات الخيرية، مشهد يكشف عما وصل إليه سكان العاصمة والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. يبدو الوضع مأساويا، فقد خسر معظم اليمنيين معركتهم مع الفقر، وبات الكثير منهم متسولين في الشوارع أو واقفين تحت ضغط الحاجة في طوابير الجمعيات الخيرية التي باتت هي المعين لهم في ظل تنمر الميليشيا وغياب الشرعية. يعيش السكان أوضاعا صعبة وبالغة التعقيد جراء تدهور الحالة المعيشية واستمرار انقطاع الرواتب والنهب المنظم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي لقوتهم. في الحديدة أيضا اختفت مظاهر رمضان وبرزت على وجه المدينة طوابير المتعبين الباحثين عما يسد رمقهم. في آخر تقرير لها أشارت اليونيسف إلى وجود 1 مليون طفل بحالة تشرد بالبلاد، وحاجة نحو 8.5 مليون شخص للمياه الصالحة للشرب، مع تعرض أكثر من 11 مليون إنسان لخطر المجاعة. تصم الشرعية ومثلها التحالف آذانها عن النداءات المتكررة لإنقاذ الوضع الإنساني، إلا من بعض المعونات الإغاثية التي فاق الحديث عنها ما يقدم. يتحدث الحوثيون عن يمن متخم يضج بالرفاه والازدهار، فيما يحيط باليمنيين واقع أكله الجوع وأصابه تدهور حاد في الأوضاع المعيشية. صحيح أن الجوع كافر، ولكن لا أشد كفرا منه إلا سرقة حق الجياع. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سيكون معنا عبر سكايب البراء شيبان الناشط الحقوقي من لندن، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ براء. مساء النور وأهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك معنا، ونوه أن الصوت يتأخر قليلا. اسمح لنا أستاذ براء، يعني بداية شاهدنا طوابير الناس بالألاف في صنعاء في هذا التقرير وفي غيره أيضا يبحثون عن وجبة تسد رمقهم، طوابير كثيرة لأجل وجبة طعام واحدة. كيف تتابع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن؟ طبعا تفاقم الأزمة هي متلازمة من متلازمات الحرب. مأساوي كل ما تعنيه الكلمة، المأساة الإنسانية في تفاقم مستمر على الدولة ودخول البلد في هذه الأزمة المستمرة. اليمن يدخل يعني تزداد سوءا.
أنا مثلا على سبيل المثال في حينا الذي كنا نسكن فيه قبل مجيء إلى لندن، كانت رمضان هذه الجمعية تم إغلاقها من قبل جماعة الحوثيين بمجرد سيطرتهم على العاصمة صنعاء، وطبعا ولم يكن البديل. من الأسر الذين أصلا خسروا مصادر رزقهم الرئيسية التي تتمثل في ذلك تضييق الحياة على اليمنيين في التضييق على العمل الخيري وعلى نعم. اسمح لنا أستاذ براء، يعني هناك يبدو لي إشكالية في الصوت إلى أن يحلها الشباب. اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عامر المقطري، منسق العمل الإغاثي في مبادرة إنسان من صنعاء. مساء الخير أستاذ عامر. مساء الأنوار، أهلا بك أستاذ عامر. أنت ناشط في مبادرة إنسان، وهي مبادرة لها أنشطة إنسانية في شهر رمضان، لكم نزول ميداني أيضا. صف لنا بداية أوضاع الناس الذي وجدتموها في نزولكم الميداني. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في مبادرة إنسان قمنا بعمل ميداني، نزول ميداني لبعض الأسر، ووجدنا هناك ليس مأساة إنسانية وإنما كارثة إنسانية، وضع كارثي لأمانة العاصمة هنا بالنسبة للأسر والسكان. ونحن نقدم الذي نستطيع عليه. ما هي الأنشطة التي تقومون بها أخ عامر؟ معذرة، ما هي الأنشطة التي تقومون بها؟ يعني ما الذي تقدمونه؟ نحن نقوم بتوزيع سلة غذائية، نعم، أو حقيبة غذائية تحتوي على مواد غذائية أساسية كافية. تقريبا لمدة كم أخ عامر؟ هل تكفي الأسرة الواحدة لشهر؟ لا، هي تكفي لمدة شهر للأسرة الواحدة. نعم، نستطيع أن نقول أنها تكفي لمدة شهر لأسرة متوسطة العدد يعني. نعم، إذن يعني من أين تحصلون على التمويل؟ هل تمويلكم شخصي أم يعني اتفقتم مع منظمات خارجية، أو كيف تعملون بالضبط؟ تمويلنا هو يعني من أسر ميسورة الحال. نعم، ومن عمل يعني أمسيات رمضانية، ونستطيع أن نجمع فئات من المجتمع التي هي معها مصادر دخل خاصة وتستطيع أنها تدفع. بالنسبة للمنظمات للأساس لا نستطيع الوصول إليها في الوقت الحالي، وإنما نحن نبحث يعني في الأيام المقبلة إن شاء الله. نشاطكم فقط في رمضان أم في يعني منذ متى أنتم تعملون؟ يعني هل فقط في رمضان أم قبل ذلك؟ نحن نشاطنا في رمضان للأسف، لأن لا نستطيع أن نجمع مبالغ إلا في هذا الشهر. نعم، لا ندري لماذا، يعني إنه يعني الناس يحبون الصدقات أكثر في شهر رمضان ويشعرون بأنها مباركة أكثر. نعم نعم. كم استهدفتم أسرة في هذا الشهر أخ عامر؟ المرحلة الأولى نحن استهدفنا 100 أسرة، وإن شاء الله في المرحلة الثانية نستطيع حتى إلى 50 أسرة. نعم جميل، في صدد عمل المرحلة الثانية. نعم نعم. إذن هل تعتقد يعني أكيد بالتأكيد عامر، يعني هناك العديد من المبادرات، ليس أنتم فقط، يعني نحن نتابع الكثير من الأنشطة أيضا على الفيسبوك، هل تعتقد أن مثل هذه المبادرات يعني دور في سد رمق هذه الأسر المحتاجة؟ نحن في المبادرات يعني في مثل يقول أن أنت في الأشر مع خيرا أن تلعن الظلام. نعم، ولكن نحن لا نستطيع أن نغطي جميع الأسر، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة جدا. نحن جهودنا صغيرة بسيطة، لن نستطيع أن نستكمل يعني جميع الأسر في أمانة العاصمة، وهذا الشيء يحتاج إلى جهود كبيرة وجبارة جدا من المنظمات ومن رجال الأعمال والتجار والخيرين. إذن يعني لو تحدثني فقط كيف تم استهداف هذه الأسر، هل أو يعني ما هي المناطق التي أردتم النزول إليها؟ هل أتتكم رسائل معينة أم أنتم استهدفتم مناطق هي الأكثر فقرا؟ عددكم، كيف كونتم الفكرة؟
هناك قاعدة بيانات معنا من السابق في المبادرة، كانت بناء على نزول ميداني للأسر وفي مناطق عدة شتى في أمان العاصمة وليس منطقة واحدة فقط. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عامر المقطري منسق العمل الإغاثي في مبادرة إنسان، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أعود إليك أستاذ براء. أستاذ براء، نعم كنا نتحدث عن الوضع في اليمن وكنت تحدثنا يعني وللأسف لم أستمع إليك جيدا عن مثال ضربته لحارتكم التي كنت تسكن فيها. نعم أنا سأحاول أن أعيدها وأتمنى أنه الآن الصوت يعني نعم يكون أكثر الصوت وضوحاً. الآن أفضل. نعم أنا أقف على سبيل المثال، أنا في الحي الذي أنا كنت أسكن فيه كانت هناك جمعية محلية تعيل تقريبا ما يقارب من 500 أسرة. هذه الجمعية تم إغلاقها مباشرة بعد دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء، ولم يوفروا لهذه الأسر بديل، يعني أغلقوا الجمعية ولم يوفروا لهم حتى بديل. هذه السنة الثالثة تقريبا، كل هذه الأسر ليس لها من يعيلها. بالطبع هؤلاء على الأقل إذا كانوا مستكفين إلى حد ما، الآن هؤلاء في الشوارع يبحثون عن من يستطيع أن يعطيهم أي شيء ليأكله. وعليها قيسي على كل الأمثلة السابقة. طبعا الحاجة الآن الإنسانية تزداد بطبيعة الحال، مرتبات موظفين الدولة لم تدفع منذ فترة طويلة، خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، وهي متلازمة، يعني هذه متلازمة من متلازمات غياب الدولة. كلما تغيب الدولة بهذا الشكل الذي نحن نشهده في اليمن وكلما تستمر الحرب سوف تزداد الأزمة الإنسانية داخل اليمن، وسوف يزداد للأسف المواطن اليمني معاناة. نحن يعني كيمنيين ربما نعرف أنها دولة فقيرة وأن اليمنيين كانوا يعانوا أصلا في السابق بشكل كبير، ولكن حتى نحن صدمتنا هذه الصور لأنه لم نكن نتوقع أن تصل المأساة إلى هذه الدرجة، أن يقف الناس بالطوابير بهذا الشكل والمعاناة بهذه الطريقة التي لم يسبق لها مثيل. نعم، أخبر يعني تفضلت بذكر هذه بعض، يعني أنت ذكرت فقط جمعية واحدة في حيكم وتم إغلاقها ولم يتم توفير البديل، وشاهدنا كثير من المبادرات الإنسانية التي ظهرت مؤخرا من قبل شباب. يعني من يتابع الوضع الإنساني في اليمن أخبر ومواقع التواصل وينقل لنا أخبار من هم في صنعاء يجد أن الأمر أصبح يعني طبقتين تماما، يعني إما طبقة مرفهة وميسرة وإما طبقة مطحونة. هذه الطبقة المرفهة هي ظهرت خاصة يعني بعد الحرب، وهي يعني الأشخاص الذين هم أمراء الحرب إن صح لي القول، يعني طالما وأن الحوثي يصر على أن يكون هو المسؤول على هذه المناطق لما لا يأخذ المسؤولية بكاملها ويوفر لهؤلاء الفقراء على الأقل ما يسد رمق جوعهم عوضا عن هذه الطوابير؟ يعني ألا تؤثر يعني هذه الطوابير على أنفسهم على حياتهم؟ كيف يعني تجد الوضع؟ أصلا تركيبة جماعة الحوثي هي ليست جماعة تعمل من أجل أن توفر احتياجات المواطنين بشكل كامل، وهذا الفرق ما بين أي جهة تصل إلى السلطة بالطرق السياسية، لأنها تشعر أنها مجرد وصولها إلى السلطة عليها التزامات، وجماعة تعتقد أن أصلا وصولها إلى السلطة مقترن باستمرار الحرب. إذا انتهت الحرب بالنسبة لجماعة الحوثي تعتقد أن سبب وجودها في حياة اليمنيين سوف ينتهي، ولذلك هي تحشد بشكل مستمر، تحاول أن تطيل في عمر الحرب، تحشد اليمنيين ضد بعضهم، تستنفر كل الأساليب المناطقية والمذهبية لاستمرار أمد الصراع بهذا الشكل المخيف، ولذلك لا يشعروا أن لديهم مسؤولية أصلاً تجاه المواطن اليمني. المواطن اليمني تقريباً آخر ما يهتمون فيه. لاحظنا حتى في الأيام السابقة يأتي المبعوث الأممي إلى صنعاء ويحدثهم عن مباحثات السلام، فيطلبوا من المبعوث الأممي أنه هو من يصرف المرتبات، يعني كأنهم أنقضوا على الدولة، سببوا بإنهيار كلي لكل مؤسسات الدولة، ثم يطلبوا من الأمم المتحدة
أن تصرف المرتبات. يعني هذه المفارقة العجيبة في طريقة تفكير هذه الميليشيات، قائمة على الابتزاز، قائمة على ابتزاز الآخرين. إذا أردتم أن نتفاوض ادفعوا لنا، سلموا لنا. الشيء الثاني، الميليشيات الحوثي ترى المواطنين اليمنيين كمصدر للدخل، استمرار دخول المساعدات مرتبط مع جماعة الحوثيين بأنها تستطيع فرض الضرائب على المواطنين، وبهذا تستمر الحلقة الاقتصادية بالنسبة لجماعة الحوثي. وبالنسبة لها الهدف الرئيسي لوجود أي حلقة اقتصادية هي لتعزيز الجبهات، رفض الجبهات، المجهود الحربي. هذه طريقة تفكير الميليشيات بشكل عام، سواء جماعة الحوثي أو أي ميليشيات تسيطر على البلد بطريقة ميليشياوية. ولذلك نحن نعتقد أنه من المهم أن يدرك اليمنيين ما الذي خسروه بخسارة الدولة. خسارة الدولة معناتها أنه نحن كيمنيين مشردين في كل أنحاء العالم، والذي هم في الداخل تستمر معاناتهم بهذا الشكل. سقوط الدولة بهذا الشكل معناتها أنه ليس لدينا قيمة كيمنيين، ومعناتها أيضا أن دورات العنف تستمر إلى أمد بعيد، وتستمر أن جماعة معينة تزداد ثراء، بينما مجموعة الأغلبية الشعب تصبح يعني طبقة مطحونة مثل ما ذكرتي. نعم، يعني هذه السياسة التي يتبعها الحوثي منذ 3 سنوات وأكثر، وهي سياسة جمع المال فقط لرفض الجبهات، الاستيلاء على المساعدات الإنسانية، معاناة المنظمات التي كانت تحاول الوصول ولم تصل، وأيضا المنظمات التي تعي تماما أن الحوثي هو من يسيطر على ما تقدمه. يعني أليست كافية جميعها بهذه الصور التي نشاهدها بهذه الفيديوهات أن تنقل صورة حقيقية لما يعانيه الناس للمجتمع الدولي؟ طبعا المجتمع الدولي هو ما بين رؤيتين بالنسبة للوضع في اليمن. في هناك من يرى مشهد إنساني بحت، لا يفهم تفاصيل المشهد بشكل عام، ولذلك من السهل استثارة عواطف المجتمع الدولي بأن يزيد المساعدات، بأن يدفعوا بمزيد من التبرعات. وهناك جزء آخر بدأ يقتنع بشكل كبير ويزداد، وتزداد هذه يزداد هذا في العدد، بدأ يقتنع بشكل أكبر أن استمرار جماعة الحوثي بالسيطرة على المشهد داخل اليمن سيزيد من معاناة اليمنيين، وكل سنة لن تستطيع حتى الجهود الإغاثية والدولية في سد احتياجات الناس. نحن كيمنيين بحاجة إلى دولة، بحاجة إلى عودة مؤسسات الدولة. من يغذي احتياجات المواطنين، من يستطيع صرف المرتبات هي الدولة. الميليشيات لا تستطيع أن تفي بهذه مثل هذه الالتزامات. من هو ملزم أصلا بتقديم الخدمات للمواطنين هي الدولة، ليست نعم، ولكن الدولة الآن ليست موجودة يا براء. يعني كيف يمكن اتخاذ تدابير لحل مثل هذه الإشكالية؟ يعني لا دولة قائمة أو متمكنة من هذه الأماكن، حتى المدن التي هي يفترض تحت سيطرتها تعاني معاناة ربما ليست ببعيدة عن هؤلاء، ولا الحوثيين استطاعوا أن يحلوا المعضلة. هل يظل يتفرج العالم فقط ويقول أنتم أصلا بلا دولة؟ من هذا المدخل أنا أركز على أهمية أن يعي اليمنيين أن من هو مسؤول عن حياتنا هو نحن اليمنيين. العالم لن يأتي لإغاثتنا، بالكثير سوف يأتي، يعني قد تستثير بعض العواطف، قد يشعر الكثير من المجتمعات والشعوب أن هذا الشعب يعاني، ولذلك يجب أن ندفع له المزيد من التبرعات. ولكن بدون عودة الدولة وبدون أن نحاول أن نستثمر في النهوض بالمؤسسات الدولة، في الابتداء بالمناطق التي هي تحت سيطرة الدولة، سوف تستمر هذه المعاناة. عودة مؤسسات الدولة داخل المناطق اليمنية حتى ولو بشكل بسيط هو أفضل بكثير من غيابها بشكل نهائي. ولذلك نحن نقول أنه استمرار جماعة الحوثي بالسيطرة على المشهد اليمني بهذا الشكل يجب أن ينتهي.
ومعاناة اليمنيين لن تتوقف، وأنا أقولها للأسف الشديد، لن تتوقف معاناة اليمنيين إلا إذا استطاعوا اليمنيين إيجاد حل بإخراج جماعة الحوثي من السلطة. نعم. هذا هو يعني هذه النقطة يعني سأناقشك عليها لاحقا، ولكن قبل ذلك يعني هنا نجد مؤتمرات إنسانية كثيرة وملايين الدولارات ترصد لليمن، وفي كل لحظة نزيد أن الفقراء هم الذين يزدادوا رغم كل هذه المبالغ. أين تذهب كل هذه المساعدات الإنسانية؟ يعني المساعدات الإنسانية، نحن إذا قارنا أي كل الدول التي حصلت فيها أزمات إنسانية والمساعدات التي أنفقت، دائما لم تكن المساعدات الإنسانية هي حل، هي حل مؤقت في حالة معينة، يعني في حالة أن هناك مناطق تحتاج مثلا إلى تدخل طبي بشكل عاجل، تدخل غذائي بشكل عاجل للحالات الصعبة. لكن أن تكون تتحول اليمن ونتحول إلى متسولين وننتظر، نقول مثلا على سبيل المثال في المؤتمر الأخير يعني تم جمع مثلا 2 مليار دولار، أين تذهب هذه المساعدات؟ المؤسسات الدولية في الأخير ستقول نحن لدينا جهات نرفع إليها تقاريرنا الدولية وتنتهي المسألة. لم تستطيع أي دولة أن تخرج من مأساتها إلا عندما عادت مؤسسات الدولة. وعندنا نحن مثال بالنسبة لنا كيمنيين قريب، وهو دولة الصومال. دولة الصومال عاشت أزمة إنسانية طويلة كانت تدفع لها مساعدات إنسانية بالهبل، ومع ذلك لم تساعدها، لم تنتشلها إلا عندما عادت الآن بشكل يعني إلى حد كبير بعض مؤسسات الدولة، وتطبعت الحياة وعادت الحكومة بممارسة عملها. استطاع المجتمع أن يعني أن يستعيد بعض أنفاسه. ونحن في اليمنيين يجب علي يعني في اليمن أن لا نعيد نفس المشهد، لا نعيد نفس التجارب. نعم، لكن نعم أتفق معك أستاذ براء، ولكن الفكرة أيضا أنه يعني نعلم تماما يعني ونقرأ كثيرا عن مستوى النهب الذي يحدث لهذه المساعدات الإنسانية في ظل سكوت هذه المنظمات، وتقول يعني أنا أعمل في الأرض ولا أستطيع التحدث. يعني هل يعقل أن تكون منظمة هي تعي تماما أن مساعدتها لا تصل إلى الجهات المستحقة ولا تستطيع رفع تقارير؟ وقد تواصلت كثيرا أنا مع العديد من برامج الأمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن، وتقول أنا لا أستطيع أن أقدم تقرير، فعلا الحوثي منعنا من تقديم المساعدات في المنطقة الفلانية وأخذها علينا في المنطقة الفلانية. هل يعقل ذلك أن تظل صامتة هذه المنظمات التي هي تعد دولية وليست خائفة يفترض من الحوثي؟ هي الموضوع ليست خائفة، هو أسهل شيء أصلا ممكن يعمله الحوثي أنه يقفل المنظمة، مثل ما أنا ذكرت لك، مثل ما حدث مع الجمعية التي هذه جمعية صغيرة في حي يعني. فبالنسبة لهم المسألة بسيطة، ممكن يغلق المنظمة وتنتهي المسألة. المنظمات الدولية ترفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة وتنتهي المسألة هنا. يعني في الأخير الدول الأعضاء في مجلس الأمن يعرفوا ماذا يحدث داخل اليمن، يعلم الآن الكثير أن هناك نهب للمساعدات بشكل كبير، بل أنه وصلت الحد إلى أنه الجهات أممية تشتكي بشكل واضح أمام الأمين العام للأمم المتحدة أن جماعة الحوثي تقوم بابتزازهم، تقوم باختطاف وترهيب موظفينهم وكل هذه الأمر. ولكن مع ذلك مثل ما أنت ملاحظة لا يستطيع أن يقوموا بأكثر من ذلك. يعني إيش الذي ممكن تقوم بمنظمة داخل صنعاء؟ الحوثي هو المسيطر وتنتهي المسألة هنا. يعني نعم، دعني أعرج سريعا معك على نقطة أيضا من يعيشون في المناطق المحررة، ولو أن وضعهم أفضل قليلا بحكم أنهم أغلبهم يستلمون رواتبهم، مأرب، عدن، حضرموت إلى ما إلى ذلك، ولكن أيضا المساعدة التي تصل من مركز الملك سلمان وبعض المراكز. يعني قرأت اليوم منشورة لإحدى الأخوات وهي تقول العدس الذي يصرف لنا من التحالف عدس لا ينضج، والرز مليء بالسوس، والزيت وكأنه زيت سيارات، لا نريد هذه المساعدات، أعيدوا ادعموا خزينة الدولة وأعيدوا لنا رواتبنا بشكل سلس وأرفضوا الدولة بميزانيتها. يعني مثل هذا الكلام موجع للأمانة، أن تعطي للمحتاجين أسوأ ما لديك في المخازن أو التي لها فترات طويلة خزنت،
التي لا تليق أن تقدم للإنسان. هناك استهانة حقيقية بالوجع الإنساني وبالإنسان اليمني تحديدا. يعني إن كان التحالف والحكومة الشرعية يتعاملون بهذا الشكل مع الإنسان، ما الذي أنتظره أنا من ميليشيا كالحوثي؟ يعني بالنسبة أنا لا أعرف يعني هذه الحادثة تحديدا، ولكن ليست حادثة بالنسبة لي، يعني صراحة مش حادثة مستغربة، بل تكون مصدقة جدا. يعني أنت حدثت مثل هذه الحالات. الحل هو أن تحصل بعض التنمية في بعض المناطق. الآن يعني مثلا عندما تتعافى منطقة مثل مأرب، هو أفضل لها بكثير من أنها تتلقي كميات كبيرة من المساعدات، حتى من مركز الملك سلمان أو من غيره. بالعكس، يعني الأمم المتحدة مثلا الآن تناقش مسألة هل تدخل إلى مأرب، وأنا عندما حقيقة نصحت الكثير من الأخوة في السلطات في مأرب، قلت لهم أنا لا أنصح أن تدخل المنظمات إذا كانت مساعدتها ستكون بشكل مساعدات إغاثية. السلطات في مأرب تحتاج إلى تنمية قدراتها المحلية، تنمية قدرات السلطة المحلية، ومساعدة التنمية داخل هذه المناطق، ليست المزيد من المساعدات. المساعدات الإنسانية عمرها ما كانت حل لا للشعب اليمني، ولم تكن حل في السابق، ولن تكون حل في المستقبل. كل الدول التي مرت بحروب لم تتعافى إلا عندما عادت مؤسسات الدولة. وأنا أعتقد أنه هذا الذي لازم نفهمه كمواطنين يمنيين، أننا أمام خيارين واضحين وسهل وبسيطة للغاية. أن الخيار الأول أن احنا نستمر بهذا الوضع، وكل سنة بنقول ارفعوا حسنوا جودة المساعدات وارفعوا كمية المساعدات، أو نقول لا، نريد نحن عودة الدولة، عودة مؤسسات الدولة حتى تنتهي هذه المعاناة وتنتهي إلى الأبد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك البراء شيبان الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر سكايب من لندن. وتنضم معنا الأستاذة هالة شحاري الناشطة في المجال الإنساني من الحديدة. مساء الخير أستاذة هالة. أهلا بك أستاذة هالة. اسمحي لي قبل أن أبدأ معك أنت والسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير، ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة. أسألك بالله وين نروح إحنا ناس ضعفاء، وين ناس فقراء، ومعاناش دخل ولا معانا حاجة، معانا إلا وقوف. زعلان على الوضع، شوف كيف إحنا نشتي نعيش، نشتي نكون، نشتي نشرب، لا علاقات، لا عيالنا كيف هون. لا الفتحنا بخلي البر، لأن دولنا قالوا الرز وقالوا السكر، أكانوا يصدقوا علينا بقليل ما قطعوا. بداية شهر كريم على الشعب اليمني أجمع. المعاناة لا تقتصر على فرد بعينه، وإنما على الشعب اليمني كاملا، وتتمثل هذه المعاناة في عدم وجود الأمن والأمان، عدم وجود متطلبات العيش وكالمواد الغذائية والمواد النفطية، كذلك استمرارية الحرب ومعاناة النازحين وارتفاع إيجار المنازل وإلى ما إلى ذلك. رمضان هذا العام شكله جوه طيب، إلا أن انقطاع الكهرباء من معاني المواطن الموجود في هذه المناطق، واستمرار هذه الحرب، ونريد أن توقف هذه الحرب لكي يعيد المواطن اليمني إلى بلاده آمنا. كنا نعيش من أول في نول من الاستقرار، والأسعار كان عندنا رخيصة ما هو بغلاء مثل اليوم، واليوم فيه غلاء جدا. مجهد المواطن وتكلف عسر على المواطن، عبيق عليه كثير جدا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بعد هذا الاستطلاع الذي نقل لنا بعض أوجاع الناس من مناطق مختلفة في اليمن، أعود إليك هالة وحديثنا عن الحديدة وما أدراك ما وجع الحديدة. انقلي لنا صورة المأساة الإنسانية في الحديدة هالة.
اولا بدايه اسعد الله مساءكم بكل خير، خواتم مبارك وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، والشعب اليمني دائما في امن وامان ان شاء الله في الايام القادمه. طبعا الوضع الانساني في الحديده لا يخفى على الجميع، الاعلام طبعا ما قصرش في هذا الموضوع، المنظمات والصحه العالميه وغيرها وغيرها يتحدث عن هذه الكارثه والمأساة التي تمر بها بلادنا وبالاخص محافظه الحديده. طبعا الحديده بما انها الاكثر كثافه سكانيه واكثر مستوى فقرا فيها منذ 4 سنين، ومن بدايه الحرب من اندلاع الحرب طبعا الحديده اكثر معاناه، اكثر فقرا، اكثر تدهورا، اكثر طبعا أكثر عدد الوفيات. طبعا عدد الوفيات لا ينتج فقط من مكان الأمراض ولا شيء، لكن في أشياء كثيرة طرأت على المنطقة وعلى الساحة بسبب الحرب، ارتفاع غياب التوعية الغذاء، ارتفاع أسعار الغذاء، ارتفاع كثيرا في المعيشة، الوضع الاقتصادي قد يصل إلى الصفر، يعني بس عن نزعة فقدت من يعولها، كثير من الأسر فقدت الثروة التي تملكها والتي تقدر كانت تستمر فيها في الحياة. الآن صار الوضع في محافظة الحديدة لا مستقبل، المستقبل كله فقط توفير لقمة العيش فقط، سلة غذائية، هذا وضعنا في داخل محافظة الحديدة بالأخص. نعم، إذا هلا يعني نشاطكم أنت يعني أو متابعتك للوضع من أي منطقة بالضبط؟ طبعا باعتباري اول شيء مدير عام اداره تنميه المراه وناشطه مجتمعيه في مجال الاغاثه على مدار 3 سنين في الايام السابقه، وعلى مستوى العمل الذي اعمل فيه في نطاق عملي، فنحن في الفتره الاخيره تبنينا قضايا الاغاثه على مستوى فردي ولم يكن على مستوى منظمه او على مستوى فردي، فصرنا نحاول بقدر الإمكان نوفر للأسر الفقيرة أو التي وصلت لمراحل الفقر والإنعدام، وبحثنا عن مثل الميدان، مثل ميدانياً طالبنا وناشدنا للكثير من رجال الأعمال، الكثير من المنظمات، والكثير من الأفراد للتعاون معنا في تخفيف معاناة الناس، والحمد لله لن نقول وصلنا للعشرة أو حتى 1%، ولكن إحنا نعمل بقدر طاقاتنا وبقدر مجهوداتنا على الأقل لتخفيف جزء بسيط من معاناة الناس. ولكن في حكم الميدان كل يوم يتزايد عدد في أي منطقة، يعني أنا كنت أود أن تخبريني في أي منطقة، يعني في المدينة. نعم، يعني نعلم أن كلما توغلنا إلى الداخل يعني كان الوضع أسوأ في تحيتة وبعض في حيس وبعض المناطق، أليس كذلك؟ في كل باقي المدلات في كل المناطق طبعا في فترة من الفترات كان سوء التغذية، الآن من سوء التغذية الآن أسوأ من سوء التغذية، كانت فترة معينة كنا نأمل أن الموضوع ينتهي، لكن مع زيادة فترة الحرب وتطورات الحرب وطبعا ناهيك عن الوجوهات والأمراض والأشياء وارتفاع الأسعار ومستوى صرف الدولار يعني 100% فأسفلت ارتفاع الأسعار تنهي حياة أسر كثيرة، بالذات اللي انقطعت رواتبهم والذي انقطعت سبل العيش الكريم لهم. نعم، والمهجرين والنازحين إلى ما ذلك. نعم، إذا مع حجم هذه الكارثة الإنسانية هلا في الحديدة، هل هناك نشاط إنساني موازي لهذه أو لنقل يحاول اللحاق بهذه الكارثة؟ يعني نحن نتابع مآسي الحديدة وما يحدث فيها، ولكن في الداخل يعني أنت في الميدان تحدثين، هل يوجد على الأقل أنشطة اجتماعية إنسانية لتحاول تغطية هذا العجز؟ طبعاً أكيد، يعني لو ضعت كثير مؤسسات منظمات فاعلين خير جمعيات على مستوى الأفراد، كمان على مستوى الطفل الصغير الآن صار أكثر إيلاماً وأكثر شعوراً وإحساساً بهذه الأشياء، فمنظمات كثيرة تشتغل، بس يمكن منظمات حدودهم على نطاق كبير، لكن إذا دخلت في عمق الأسر الحقيقية التهامية تتكلم معينة لهم ولا معينة لهم، وما تنصدمش حتى الإغاثات التي تجي من منظمات الصحة العالمية ولا تجي من منظمات الإغاثة العالمية ولا الغذاء العالمي، فهذه تطلب تبادل مسؤولين فقط، أما يدخل للآخرين فيرجع حضر ناس جديدان، يعني انتقارك تعطيلهم في مسؤول من قبل حتى النساء الآن تبحث بالميدان، على فكرة نحن
مع مجموعه النساء الان ننزل ميدانيا الان موجودين في وسط الاسر. نعم. ليس فقط على مستوى السلال، على مستوى الاختكاك العلاجيه، كثير من الاسر معاقين، الام عندما تكون حامل وما عندهاش الغذاء الكافي فطفلها يخرج معاق. على مستويات كثير، على مستوى كمان انهيار المنازل، تدمرها، نزوع، يعني صار الوضع اخطر واخطر واخطر. فنحن على مستوى حتى النساء الان كل واحده ما شاء الله تحاول تبذل مجهود، منظمات شغاله، مؤسسات، لكن ان لم تتوقف الحرب احنا هذا كل العمل ينتهي، لان هذا حاله طارئه مؤقته. لكن استمرار الحرب معناته زياده المعاناه اكثر واكثر. صح. مهما بلغت المجهودات التي تبذل تهدر. نعم، إذن هل يعني نعلم في رمضان أن رجال خير يكون أكثر إمدادا بالمساعدة وأكثر تصدقا، وهناك من المكرمين أيضا والزكاة وإلى آخره؟ ما الذي يحدث للناس بعد رمضان حين يعني تنتهي جذوة الخير في نفوس الخيرين؟ طبعا ما شاء الله، طبعا رمضان بيأتي بخير، هو دائما هو الضيف، طبعا هو شهر الله، يعني سبحان الله في ناس فكت يعني معاناة كثير، يعني بيلاقوا بدل السلة أحيانا ثلاث أربع سلة، ممكن هذه تعينهم بفترات معينة، شهر شهرين إلى الأمام، لكن إحنا كنساء أو كقيادات أو كمنظمات أو كفاعلين خير نحاول إنه ما بيكونش فقط على مستوى الغذاء، إحنا بنحاول نتبنى برامج تنموية، يعني مثلا الأسر الفقيرة بيتبناها مثلا المرأة في داخل البيت مثلا ممكن تعمل أشياء يدوية داخل الأسرة فبتعينها في الأيام القادمة. يوجا مثلا فقط شغلة ممكن إحنا نوفر له على الأشياء البدائية مثلا موتور أو باصات أو نعمل له مثلا كشك صغير تعينه في الأول، لأن مش كل الحياة مثلا غذاء، لأن الغذاء صحيح صحيح تنمية أهم يعني في مثل هذه الجوانب. أيوة. نعم. فنحن الآن نتبنى برامج أخرى، برامج إحنا حيوية وقوية، يعني بس لسه الناس كثيرين والإمكانيات ضعيفة والموارد اللي موجوده معانا ما تفيش الا يمكن لعدد محدود جدا، لكن احنا نسعى. وزي ما قلت في رمضان فتره الخير كثير، ممكن توصل 90% او 99% من مجال الاغاثه، الناس ممكن تحصل بدل السله قلت لك يمكن حتى 10 سلال، لكن الى متى؟ الى متى؟ نعم، اذا شكرا جزيلا. نعم هلا، شكرا جزيلا لك هالة شحاري، ناشطة في المجال الإنساني، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة. وينضم معنا أيضا الأستاذ عادل عمر وهو ناشط مجتمعي من محافظة إب. مساء الخير أستاذ عادل. مساء النور والعافية أختي الكريمة وأخواتي المباركة وكل عام وأنتم علينا وعليكم وأنت بألف خير إن شاء الله. وأود أن تحدثنا عن الوضع الإنساني في محافظة إب. بداية طبعا إذا ما أردنا الحديث عن الوضع الإنساني بمحافظة إب فمن أين نبدأ بالحديث؟ هل نبدأ بالحديث عن الموظفين الذين يعانون معاناة شديدة جراء انقطاع المرتبات لأكثر من عام ونصف؟ طبعا الموظفين شريحة كبيرة في محافظة إب، وضعهم مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة، خلى عنهم الجميع للأسف، تركوهم يعانون قساوة الحياة. طبعا لا شك ان الحرب القت ضلالها على الوضع الانساني بشكل مباشر. الحرب نتج عنها وضع كارثي يعاني منه كل افراد المجتمع وشرائح المجتمع. تلك النتائج طبعا محافظه عيد فيها مئات الالاف من النازحين، ايضا مخيمات النزوح تعد بالنازحين، وهي ايضا تعاني من احتياجات كبيره لا تجد طبعا من يقدم لها سوى بعض المبادرات او الجمعيات الخيريه او المؤسسات التي تتكفل بتوفير احتياجات هذه المخيمات. المستشفيات طبعا تعاني من احتياجات اساسيه في الادويه والمستلزمات الصحيه. مرضى السرطان طبعا في حاله من المعاناه، والمؤسسه الوطنيه تهدد بالتوقف في اقرب وقت او مهدده بالتوقف في اقرب وقت. مرضى الفشل الكلوي بين الحين والاخر يعانون ايضا انعدام الحالي الغفير لجلسه الغفير الكلوي. يعني المواطن في محافظه ايد في اقصى العزيزه يعاني من وضع انساني متدهور جدا، حالهم طبعا كحال المواطنين في بقيه المحافظات، ويزداد حال ابناء ايد سواء بسبب انعدام او انقطاع صرف المرتبات. لان طبعا الجهه الاكبر او الشريحه الاكبر كانت تعتمد على المرتبات بشكل كبير. يلاحظ حضور بارز لبعض المبادرات الانسانيه والاغاثيه خاصه في شهر رمضان،
لكن ذلك في الأجهزة لا يمكن أن ينهي المعاناة، خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير، التراجع الملحوظ في مستوى الحركة التجارية والتعاملات المالية التي تأثرت بشكل مباشر بفعل انقطاع المرتبات. زاد الوضع سوءا طبعا، كثير من الحالات الإنسانية تعتمد على التبرعات أو على المبادرات الكبدية والمبادرات الشبابية التي تسعى لتوفير احتياجات هذه الحالات، لكن الوضع مأساوي بكل ما تعنيها الكلمة. الناس أو الموظفين استنفذوا مدخراتهم بسبب طول الحرب طبعا، طالت الحرب. إذن لو سألتك أيضا عادل عن يعني معروف أن إب أيضا استقبلت العديد من النازحين سواء من إب أو من بعض المحافظات المجاورة، كيف هو وضع هؤلاء النازحين؟ أين جلسوا؟ هل عند أقاربهم، مما زاد وضع هؤلاء الأقارب سوءا؟ أم يعني حدثنا عن وضعهم. طبعا النازحين يمكن تقسيمهم إلى فئات. هناك من النازحين من أتى نازحا وهو مستثمرا بنفس الوقت، قاموا بفتح محلات وقاموا طبعا انتشرت المحلات بشكل كبير. هذا بالنسبة للنازحين القادمين من محافظة سعد بشكل أكبر باعتبارها المحافظة المجاورة لمحافظته. هنالك من النازحين المقتدرين من استأجروا منازل وبدأوا يمارسوا أنشطة تجارية وأعمال وانخرطوا في الأعمال. هنالك من لم يجدوا، هنالك من كان لديهم أقارب طبعا استوعبهم أقاربهم، وهنالك من لا يجدون أو أقارب أو أعمال أو لا يتمكنوا من إقامة نشاط تجاري. أما استيعابهم في مخيمات للنازحين، هناك أكثر من 4 أو 5 مخيمات للنازحين في مدينة إب ومدينة القاعدة. هؤلاء النازحون يعتمدون بشكل مباشر على ما يتم الصرف لهم من منظمات اليونيسيف برنامج الغذاء العالمي وما أو منظمات أخرى عالمية ما تقدم لهم، وطبعا ما يتم تقديمه لهم لا يكفيهم بشكل أساسي. وهنالك مبادرات، هنالك مؤسسات خيرية تقوم بتأمين الغذاء لعدد من المخيمات. هناك مثلا على سبيل المثال مخيم السلام يتم توفير وجبات غذائية له عن طريق مؤسسة البيحاني، هنالك مخيم الشهيد الصباحي يتم توفير وجبات غذائية له عن طريق مخيم مطبخ عطاء الخيري، هنالك بعض المخيمات الأخرى تعتمد على مساعدات تأتيهم بين شيء وآخر، لكن وضعهم من أساس للأسف للأسف وضعهم مأساوي بكل ما تعنيها الكلمة. نعم، إذا أستاذ عادل يعني في ظل هذه الأوضاع بالتأكيد نشطت مبادرات شبابية يعني سد رمق بعض الأسر من خلال التعاون مع أو التجاوب مع بعض رجال الخير، ماذا عنها وأيضا ماذا عن منظمات المجتمع المدني الدولية؟ أعتقد أن منظمات المجتمع الدولية ربما هي المستفيدة الأكبر من المساعدات الإغاثية التي تأتي، فلا تكفي طبعا المساعدات لا تكفي بالشكل لأن العدد كبير. تسليط الضوء على النازحين وعلى الأشد فقرا بينما ارتفع أعداد شرائح المجتمع المحتاجة، كما قلت لك الموظفين هم الشريحة الأكبر أصبحوا الآن مسحوقين وبلا دخل وهم من أكثر المتضررين. المنظمات الدولية تقوم عن طريق برنامج الغذاء العالمي بتوزيع مساعدات شهرية مواد غذائية بين الشعب الآخر بشكل متفاوت. هنالك مبادرات شبابية، مبادرات تعتمد على جمع التبرعات. نشطت هذه المبادرات بشكل أكبر في شهر رمضان باعتبار أن هذا الشهر يكون فيه الإنفاق والتبرع أكثر من الفترة السابقة والفترة العادية. المساعدة الإغاثية تركز على المواد الإغاثية الغذائية بشكل رئيسي. هنالك منظمات أكسد تساهم أعتقد بدفع مبالغ للنازحين أو أجور سكن، أو هناك طبعا البنك الدولي قام بتوزيع مبالغ زهيدة عبارة عن 18,000 ريال لكل أسرة من أسر الضمان الاجتماعي. المنظمات والمبادرات الشبابية تعتمد بشكل رئيسي على التبرعات التي يكون أساسها هم المغتربون
وللأسف طبعا المغتربون وضعهم الآن سيء أيضا. صحيح. إذن كان الله في عون الجميع، نتمنى السلامة لجميع اليمنيين، وشكرا جزيلا لك عادل عمر الناشط المجتمعي، كنت معنا عبر الهاتف من إب. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.